السلام عليكم، معنا سعيد المتوكل مدرب فريق اتحاد فاس وأحد مؤسسين موقع ماروك فولي. سي سعيد، ممكن تتكلم لنا على المقابلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. المقابلة دازت في أجواء مزيانة، وفريق الدفاع الحسني الجديد يقدم عرض مزيان، واخا كان ناقصو الموزع الأول، ولاني داروا ان بون بلان دو جو، والسي اسماعيل كان في المستوى. من هذا المنبر تنشكرو وتنأكد بأن فريق الجديدة غادي يقول الكلمة ديالو مستقبلا مع السي اسماعيل الموجود. بالنسبة لفريق اتحاد فاس، كما تعرف الجميع، فريق تتكون غير من فئة الشباب. استقطبنا هذا العام الموزع عمر أدروا اللي غادي يلعب الدور ديال الموزع، وغادي يعاون الدراري في قلب التيران. وكما استقدمنا دو كاميروني، وهذا العام ان شاء الله غادي نحاولوا باش نديروا في الجهد ديالنا باش نهربوا من المنطقه المكهربه. كما تعرف الجميع، فريق اتحاد فاس خاض مقابلتين حبيتين بمدينه الجديده في الدوري اللي نظمته الدفاع الحسني الجديدي. لهذا فاحنا نقصنا بزاف ديال لي ماتش باش نقولوا الكلمه ديالنا. وتنتمنى ان شاء الله الدراري من لي جوار كاملين باش يديروا اليد في اليد، ونكتفوا الجهود ديالنا باش نحققوا ان شاء الله، ندوزوا ان شاء الله لي بلاي اوف. سي سعيد، سؤال، واش النيفو ديال البطولة ديالنا في تحسن ولا في تراجع؟ النيفو ديال البطولة لابد غادي يكون في تراجع، لحقاش هاد الفترة اللي جلسنا كاملة كاين بزاف ديال لي زيكيب. مثلا النادي المكناسي طلب باش يأجل المقابلة ديالو، مازال ما ماشي على استعداد. النادي المكناسي تيعيش على إيقاع الأزمة. هذه حالة دائما النادي المكناسي عندهم صراعات في المكتب، ولكن غير اون فوا تتيح لهم الفرصة تولي فريق واحد اخر. بالنسبة للمستوى غادي يكون في هاد الثلاث دورات الاولى ولا الاربعه ديال الدورات الاولى غادي يكون النيفو شويه با. وحنا غاديين، وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا نحسنوه ونزيدوا فيه، ولكن خاص الانديه وخاص التحكيم يربي ولا هذا المكتب الجامعي الجديد ولا الجامعه الجديده يربي واحد الحاجة اللي إلا ما كانتش هي راه ما تكون لا رياضة لا أخلاق، لا رياضة لا حتى حاجة في الحياة، وهي الأخلاق والأخلاق والأخلاق. أنا سنأكد على أي حاجة تبدأ بها خصنا نبداو بالأخلاق. كما شفنا المقابلة اليوم، الحمد لله دازت في جو رياضي عالي جدا. ما كانوش دي ريكلاماسيون على لي زاربيت، ما كانوش بزاف ديال المسائل. نبغي هاد الشيء يسود في الشامبيونا ديالنا، ونعطيو ان بون اون بون اون بون ايماج باش يمكننا نستقطبوا واحد لو سبونسور اللي يقدر يعاوننا في هاد المسار ديال الكره الطائره. سي سعيد، انت كأحد مؤسسين موقع ماروك فولي، شنو يمكن لك تقول لنا على موقع ماروك فولي بوان كوم؟ موقع ماروك فولي بوان كوم هو حدثناه لا انا ولا سي فؤاد التغزوتي، باش بالمساعده ديال جميع الاخوان. كاين اخوان في الدار البيضاء، سي عبد الاله مسلك، سي عمر، كاين سي علاء في الدخلة، كاين سي عماد في تطوان، كاينة واحد الأخت خديجة
كاينه في الطاليان، كاينه الاخت اسماء من المحمديه، كاين السي طارق اللي تنشكروه بزاف على المجهودات اللي تيقدم لنا فوق ما احتاجيناه، تيجي يلبي لنا الرغبه ديالنا. والسي عصام اللي ساعدنا بزاف من هذا المنبر تنشكروه. اذا نرجعوا للهدف ديالنا، هو حطينا هاد لو ريزو دو كومونيكاسيون باش كلشي ان شاء الله اللي بغى شي حاجه ديال الفولي يلقاها في داك لو سيت، وحنا راه حاطين واحد لا روبريك باش الانتقادات البناءه، باش الحياه ديال هاد الموقع الالكتروني تبقى مستمره. وان شاء الله تنتمنى بان عشاق الكره الطائره يزوروا هذا الموقع وينتقدونا، وحنا على احنا مستعدين باش نلبيو لهم جميع الرغبات. وشكرا. شكرا سي سعيد متوكل، مدرب فريق اتحاد فاس.